في العالم. اليوم قررت أعملكم ستوري تايم، اللي هي إنه عم أحكيكم عن قصة صارت معي. شايفين على شو أنا قاعدة؟ قاعدة على كرسي جامي بير. صراحة قبل ما أبلش الفيديو حابة أفرجيكم هذا الكرسي اللي أنا قاعدة عليه هلا، واللي هو من vat19.com. تعرفوا للشركة؟ أكيد تعرفوها. ما بتعرفوها؟ قالكم شو هي هالشركة، فيها كومة غلط حلوة، حاطت رابطة تحت. فخلينا الله بالكرسي شوفوا. جامي بير، it's a gummy bear. شوفوا قديش كبير. بفضح It's a gummy bear chair. شايفين؟ It's a gummy bear. شوفوا إذا أنا بوقف جنبه هيك يمكن ما عم بشوفوا راسي. اوكي. سو بيجي لعندي لهون. سو هيك بيجي الكرسي علي. بصراحة في بس هذا اللون، وهذا الكرسي كتير مريح. طبعا ننتقل للستوري تايم. قبل ما بلش بدي اقول لكم رابط الكرسي تحت بالديسكربشن باكس، ففوتوا واشتروه لانه عن جبل زحكم فيه، لانه كتير 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 مريح. فهلا خلينا نبلش بالستوري تايم. اوكي، كان يوم كان في قديم الزمان. كنا انا ونارين وسادرة وبنت خالتي. كنا قاعدين وقتها، كانت بنت خالتي بدها تسافر على الدنمارك. اوكي، ف بفيديو اسئلة واجوبة تبع هذيك المرة، الجزء الثالث قصدي، فوقتها قلت جاني سؤال انه شو بتعملي كان قبل ما تسافر بنت خالتي بيوم او يومين، ما بتذكر، كان عمري 8 سنين وقتها، وسدرة 9 ونارين 13 سنة، وبنت خالتي وقتها كانت 17. طلعت بفيديو اسئلة واجوبة انه وقتها صاروا يقولوا لي انه انا مالي بنتهم وانا ما بقربهم ولا شيء، بس جابوني وتبنوني. اوكي، فكنا قاعدين نحن الاربعة، ما كان في حدا بالبيت غيرنا. فوقتها اتفقوا نارين وبنت خالتي انه يعملوا فيني وسدرة مقلب. المهم اتفقوا، وبعدين انا وسدرة كنا عم ندوش، طلعنا من الحمام، اعتقد كنا عم نتحمم، ايه المهم طلعنا وقعدنا كلياتنا بالصالون وقتها. وكان هيك الصالون وفي مثل مصطبة او شو بدكم تسموه هلا، وجنبه المطبخ، انه المطبخ والصالون ملزومين ببعض. ايه المهم قاعدين بامان الله، ما نلاقي الا اجى بنت خالتي وقالت لازم هي ونارين قالت لازم شيرين لازم نقلكم انتو تنتين شغلة قبل ما اسافر. شو عملت بنت خالتي؟ قال لازم اريح قلبي، لازم اريح ضميري، ما بقدر هلا اخبي عليكم. ما كنت بعرف شو. قلت اوكي. قعدنا ولا ما لقيت لالتي انتي مالك بنت خالتي. المهم صارت اجت وقالت انه انتي ما بتقربينا ونحن لقيناكي بالشارع وجبناكي تبنيناكي. فوقتها قعدت هيك ما كنت بعرف شو، يعني 8 سنين قاعدة وبس عم بسمع الاقي الا نزلت دمعة. عم ضلوا هيك يقولوا وكملوا يعني ونحن لقيناكي هيك، وانا اسف بس انه لازم كنت اريح ضميري مشان ما تكبري وبعدين تعرفي وتدوري على اهلك وهيك. فهون وقت انا جنيت، بكيت وفتت على الغرفة وسكرت حالي الباب. اوكي، هون بيجي المقطع المضحك انه شو سدرة بكيت معي ونحن الاربع بكينا. بتعرفوا انه هنن اللي عملوا فينا مقلب بكيوا كمان، يعني ما بعرف، يعني عملوا مثل ما بقولوا كذبوا الكذبه وصدقوها، يعني ضحكتوا علينا، طيب ليش انتوا لتبكوا؟ ايه ولا شو، يعني مثل ما بتقولوا انه هي مسافره فين كان انه هيك يعني بتشتاق لنا وفاهمنا شيء بكيت هيك، ما بعرف ليش بكيت، بس انه كانت عم تضحك وهي عم تبكي. سو انا فتت وسكرت الباب ولما لاقي سمعت سدرة عملت هيك عم ترقد، وانا سكرت الباب وسدرة عملت اختي وصرت او ماي جاد. لهلا بتذكر، عم صرت هيك تعمل اختي، وبنت خالتي ونارين لا صاروا يضحكوا ويبكوا وزعلانين نفس الوقت، يعني
ما هيك مخمخوها شوي يعني واحد ما بيفهم شيء منه. سو بعدين انه بعدين اجت بنت خالتي فتت على الغرفه وقالت عم نمزح. ووقتها ما حكيت معهم ابدا. وقبل هيك انا مليون مره كنت سمعانه كانوا ضلوا يعملوا فيني هالمقلب، ضلوا دائما يقولوا لي انه انت مالك بنتنا ولقيناكي بالشارع. فانه ضليت انه هي عم جمع مخي. فاخر شيء لما لقيتنا انه عم يبكوا وقتها صدقت انه هي عن جد. قلت خلص يعني شو لازم ادور على اهلي، وين اهلي؟ عم صرت اقول وين اهلي؟ جيبوني اهلي، وين اهلي؟ وين اهلي؟ وين ماما؟ او ماي جاد هلا ما بنسى. واذا هلا بنت خالتي عم تشوف هالفيديو بدي اقول لها اذا ما بعمل فيكي مقلب عن جد اذا ما بعمل فيكي مقلب جايتك انا، جايتك على دنمارك. قالكم مين هي؟ اذا بتكونوا متابعين قناه ناري، وبقناه ناري عملت فيديو ميك اب توتوريال، واللي عمل لها الميك اب بتكون هي اللي عملت فيني مقلب. سو هي هي اللي عم بقصدها. اكتبوا لي تحت بخانه التعليقات اذا بدكم يعني اعمل فيها مقلب. جننه هيك تصير هيك. فيديو تنا تكونوا حبيتوه، ما تنسوا كمان تعملوا له لايك وكمان تعملوا لي سبسكرايب للقناه، واللي هو تعملوا لي فولو على الانستغرام وسناب شات والفيسبوك. حطيت لكم اسمائي تحت، ثابت الموقع bad19.com هو تحت الديسكربشن بوكس، وكمان هذا. انا بحبكم كثير كثير. باي.